عسلام الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم مش نعمل مقروض، ما لقيتش سميد متوسط، لقيت عندي كان سميد ارتب وسميد احرش. لهنا ديما فما مشكلة متاع السميد. عملت كيلتين سميد ارتب، واحدة اثنين، وكيلة سميد احرش، وكيلة فارينة. هاكم ظاهرين كايلت بالكاس، هذا نفس الكاس، نفس الكاس نكايلو بيه كل شيء. وخديت كيلة، نفس الكاس خديت ربع الكاس سمن، والباقي زيت زيتونة. كيما كل واحد كما يحب، ينجم تعمل زبدة، تذوب الزبدة، تنحي منها الماء وتبصص بيها، نجم زيتك اهو. انا خديت سمن، ربع الكاس سمن، والباقي كله زيت، زيت زيتونة، باش نفوحو. ما عنديش قشور برتقال شايحة، عملت برشة برتقال، برتقال مبروش، باش نحطها. باش نحط له زيادة شوية كركم، يزيني شوية، يجيني شوية أصفر، شوية مش برشا، هكا قدر نص مغرفة هكاك. ونصب الزيت ونبسو. بالنسبة لكاس الماء باش نزيدو، اما تو مانيش مستحقته كاس الماء، خاطر العجينه بعدنا نبصصها، يلزمها تقعد ترتاح اقل شيء، اقل شيء 4 سوايع يلزمها ترتاح العجينه، وهي مبسه بلاش ماء، كان بالماده الدهنيه. كاس الماء باش نزيدو شطر مغرفه ملح، نزيدو فانيليا، نزيدو زاده شطر مغرفه، ولا شطر مغرفه صغيره، شطر مغرفه صغيره، زاده خميره حلويات، نجم نحطو باكو فانيليا، كل واحد بشنو يحب يفوح. باش نزيدو زادا ما زهر، هذا للماء، مانيش مستحقته تو، باش نستحقو من بعد. توا المهم تو نبسو العجينه، السميد نتاعنا نبسوه ونخلوه يرتاح، يرتاح بالكدا بالكدا. نجم حتى واحد يعملو الصباح ويبدا يبلو بالماء في الليل، اذا كان باش يعجنو في الليل ولا باش يقليه في الليل. انا تو باش نعملو الصباح، وبقدره ربي باش نعملو في العشيه. اول حاجه الساعه قبل ما نصب الزيت، يلزمني هذوم المواد كلها هذوم ندخلهم في بعضهم ونخلطهم. بسم الله، الكركم ما كثرتلوش برشا، بالنسبه للسميد جويد، بالسميد الارطب اللي عندي باهي، كاليتي نتاعو باهيه. والسميد الاحرش هكا نحسو ابيض هكا، ماهوش اصفر. بالنسبه للكاس اذا كان يعني ما زلزلناش، واحد ينجم يزيد. بسم الله، لازم يتبسس بالكدا، المقروض انا ديما نعمله معروف يعني ستة كيسان، ناخذ 4 كيسان نقسمهم ما بين سميد وفارينة، وكاس زيت والا زبدة والا اي مادة دهنية، وكاس ماء. حسوا هكا سافا يزيه،
تحسهم بس يلزموا يتلم، ما يبقاش مفتفت، كي تهزو هكاها وكي تبقى ملمومة هكا معناها سبع. توا نخلوه يرتاح، نغطوه بابي بلاستيك ولا بساشي ولا بأي حاجة ونخلوه. انا الكيس اللي كيلت بيه يهز 200 غرام، يعني هدوم الكلهم 800 غرام، وتنجم تتحكم زيادة، تنجم تعمل كيما تحب، تنجم تعمل نص الكمية فارينة ونص الكمية سميد. انا نشوفها ما هيش قاعدة، يعني يلزم 3 كيلات سميد وكيلة فارينة، يعني عملته قداش من مرة زيادة، 2 كيلتين سميد و2 كيلتين فارينة، عملته سميد ارتبك اهو. غير المرة هذه حبيت ندخل فيه شوية سميد احرش، نجم نخليه توا يرتاح، نغطيه ونخليه يرتاح. هكا نخليه توا يرتاح، نتفكروا كان العشية كي نبدا باش نجبدو باش نخدم بيه. بالنسبة للحشو بتاع المقروض، عندي شوية تمر فضلي من المرة الأخرى، تمر مفوح هذايا فيه زادة شوية فاكية، وفضلي زادة من مرة أخرى فستق زادة مفوح حسيته طري. نحيت شوية تمر هكا، نحيت له القلوب متاعه وقسيته مرحيتوش باش نزيدو عليهم، ونشوف إذا كان طري نجم نزيدو شوية فاكية، حسيته طري انا يعني يستحق شويه فاكهه، ولا نزيدو منه ولا منه خاطر هما شويه حسيتهم، ونزيدو شويه زبده، نفوحو بماء ورد وقرفه، شويه قرفه. خليني نشوفهم الساعه، بسم الله. حسيته طري تحت يدي، لازمني نزيدو شوية فاكهة خضرية. ياسر طري، هذايا بفريوة مرحي. خاطر باش نزيد نفوحو بشوية ماء ورد باش يزيد يطرى. القرفة هي مش لازم، اما ميسالش هكا شوية نكتة تريف على طرف المغرفة، مش مشكل. انا باذن الله ومشيئة الله نويتهم هذوما، الطرف المقروض هذوما نويتهم صدقة ان شاء الله ربي يتقبلها مني. نجم توا نزيد شوية قرفة، هكا شوية قرفة، و
ونزيد شوية ماء ورد. نخدم بيد واحدة نحاول نحلها قدر هكا مغرفة ماء ورد، هكا مغرفة نتاع ماكلة. بسم الله بركات يا زي، نفوح ريحته ما شاء الله. توا نعجنهم، كانش هنكمل هذوما يجي يفضل لي ولا نقعد ناقصه. نجم نزيد شويه زبده مش برشا، هو بطبيعته جاني تري وهو لازم يجي تري تري وباش يمشي في العجينه. عملتو بهذي هكا خير، دمهم بالقدا، زدتو نكيت الزيت هكا وبشي ما يلصقليش، لميتهم هكا نجم نقسمهم. وتوا نجم هكا نشكلهم هكا صوابع خشين شوية، نخليهم خشين نغطيها ونخبيها. ممكن نحضرهم توا باش نشوفو السميد نتاعنا بس سناه تعدت عليه توا أكثر من 5 سوايع، تقريبا 6 سوايع توا عنده هاوكا كاش مبسس وارتاح بالقدا. توا نجمو نصبو عليه الماء ونعجنوه. اوكي هو ما يتعجنش برشا، المقروض دوب شويه يتخلط هكا. توا باش نفوحلو الماء نتاعو، هذا كاس الماء القياس اللي خديناه، الكاس هو بيدو، باش نزيدو فانيليا الساشية دي فيها 8 غرامات، باش نزيدو شطر بمغرفة الملح، شطر مغرفة، وشوية خميرة جاتو، خميرة كيميائية كيميائية. تو باش نزيدو شوية خميرة حلويات قدر شطر مغرفة زيادة. هذا سيترون شايح باش نحط منه شويه، خاطر انا حطيت له ما حطيتش فيه قشور برتقال، حطيت فيه كان شويه زاده قشور برتقال محكوكه شايحه، باش نزيدو شويه زاده شويه سيترون قشور سيترون اكيد تفوح. ريحتها بنينه. باش نزيدو شوية ما زهر، حبو فاوح بالقدا شوية ما زهر. ونخلطوهم نذوبوهم نذوبو كل شيء. نخلط بيدي بسم الله.
تفسس بالقدا، صب الكيس مرة واحدة ونخلط. خاطر باش يشرب هو وما يحبش العجنة. هكا نبثبثوه تبثبيث يظهر جاري هو توا، بعديك توفيس يشرب السميد. حركوه كان بصوابعنا ما نعجنوش، بالصوابع كهو. يظهر جاري من اللول هكا وطريه برشا العجينه، اما في سعيد تكدس. حاولوا ما نعجنوش، جيست ندخلو في بعضه هكاكا. انا خاطر السميد نعرفه، السميد هذا مجربات ويشرب، دونك ديما كاس يجيني شويه، دونك باش نزيدو توا شويه، باش نزيدو شويه ماء اخر. هنشوف هكا بري بالكاس قديش. ممكن هكا ديما نفس التحريك هكا بالصوابع اللوطة ويطلع لفوق. لهنا نضيفة البلاصة، أنا نضفتها بالقدا يعني، حتى كتير حاجة نجمو نرجعوها للصحفة ماشي حتى مشكل، مادام البلاصة نخدمو فيها نظيفة ومنظفينها، هذيك أهم حاجة هي النظافة. محسوب كلالي كيس وربع ماء. حطيت الربع الآخر يعني كيس وربع ماء للعجينة. ما لازمهاش تجي طريه وما لازمهاش تجي زاد ياسر يابسه. نهزو هكا وندخلوها في بعضها. نجم نقسمها مكعبورات هكا، جيست هكا نلم بداية لمان باش من بعد يجي جوي ساهلين. نجم نعملهم على قد الصوابع اللي عملتهم تاع التمر، خمسة كعبورات كعبورات كعبورات. توا نبدا نقد في المقلود متاعي، هذايا انا الطابع اللي عندي جايبته من تونس. حضروا الطابع، السكينه، حضروا اطقه فاش باش نحطو بعد ما نقصوهم، خلوهم بحدينا لطفه. وتوا نبدا بسم الله اول كعبه. حلوها هكا، حاولوا نسواها. نحلو فيها هكا بلاصه باش نحطو فيها التمر. ناخدو هدية الوحدة الصوابع متاع التمر والفاكهة. اوكي انا هاكا كيفاش لونه، خاطر اكثرته فستق جاء اخضر.
نحطها على هنا كما تشوفوا، نزلوا عليها شوية مش برشا، ونلموا عليها العجينة، سكروها. هكا ننزلوا عليها من اللول، ما نحاولوش هكا بشرولو، نحاولوا جيست ننزلوا باش نمشوا الحشو اللي فيها، وبعد نبدو هكا رولوها. وإذا كان طويلة نجمو نقصوها، نقصوها في زوز هاك الحشوة، نرمو هذيك نحطوها غادي شوية ترتاح، ونختمو هذي. نحاولو هكا باش ندخلو الحشوة، ونعاودو نسكروها البقعة هذيك اللي قصينا منها، وننزلو. نبرموها هكا شوية، ومن بعد كنا ننزلو، ننزلو باش التمر يلصق في العجينة، باش تجي الكعبة مزيانة وتجي مرطوبة زادة. هذه هكا يزاها، حاولوا نسوا. ما ننزلوش برشا، حاولوا نريقلوا الأطراف، باش نقص بالسكينة خير. نحبهم صغيرين مش مكبر برشا، مانيش باش نتبع الزينة تاع الطابع. هاي الكعبة كيفاش تجي، كي تبدأ الحشوة ترية تتوزع على الطول، ما تجيش هكا جيست لهناك اهو، تتوزع. نعاود نوريكم واحدة اخرى لهنا هكا، هاك متوزعة. نحطهم في الطبق توا، حاولوا هكا نقدوها نسواها، نحط في الطبق. هاكا تشوفوها، هكاك تبدأ على طول الكعبة الحشوة ديما، على طول الكعبة هذاك يبدأ الحشو تري، قلت يبدأ الحشو تري يتوزع، والنزلين زاد هذاك متاع الصوابع. نكمل توا انا على نفس الطريقة، هذو من بعديك توا نعاود نشكلها مرة أخرى. صحن هذا شوية صغار، والعجينة متاعنا وفات كملنا الحمد لله. جاني الحشو الحشو والعجينة جو بالضبط، تظل شوية كل قصيته من الاخر هكا شوية يجي براس كعبتين. ها هاكا فطرتهم عملتهم يجي كعبتين من غير حشو هكا، اما كراس اللي بقالي من الاجناب من الاخر، من الاول ومن الاخر متاع الكعبة متاع الرولو اللي روليتها. اوكي تو نحضر الزيت متاعي، حضرته الزيت متاعي هاكا سخن، نجربو. تو باش نجرب الزيت متاعي سخن، نحط فيه شوية عجينة مثل فضلت الزيت سخن، نقص شوية في الغاز، ونبدأ نحط في الكعبات متاعي. تو ترجمة
بسم الله. نبدأ بأول طبق عملته. وردوا بالنا من الزيت. اوكي، معبيهاش برشا من اللول. اللول ما نحركوش، ونخلوه حتى يشد روحه. نقصه في الغاز اذا كان الزيت سخون من اللول، جيس نحركه هكا وهكا. نحضروا زاد الحاجه اللي باش نخرجوا فيها، نحضروا كل شيء بحذانا. بالنسبه للشحور، انا ها هو الشحور كيفاش جاي. هذا الشحور اللي طيبته، ها هاو كخاطر باهي. اما انا باش نزيدو شويه عسل طبيعي، نحب نكهة العسل في الشحور، باش نزيدو شويه عسل طبيعي. خاطر ينكه زاد العسل الطبيعي اذا كان متوفر. اذا كان متوفر شوية عسل طبيعي باهي زادة، ولونه غامق زادة يعطي لون. قطرين العسل متاعي فاتح، حبيته فاتح، باش نزيدو شوية عسل طبيعي. هكا لونه باهي، اللون هكا سافا. هذوما نجم نخرجهم توا. كما نعرفش تشوفوا هاكا اللون. هكا يزيد يظهر لي. هكا صار. خرجوا توا من الزيت، سقطوا شوية. سقطوا من الزيت، حطوا ديريكت في الشحور. نغطسهم. كي الزيت يعمل هذاك الفتفات الأكحل، نجمو نبدلو المقلة أخرى وإلا نصفوه، خاطر هذاك الفتفات يا متاع فاكهة يا متاع تمر، يعمل الكحولة هذيك في القليان. خلوهم شوية في العسل يشربوا. أنا باش نصفيه الزيت هذايا، ما باش يفسد لي المنظر متاعهم،
حاجة لازمة، يلزم تصفيه باش يبقى الزيت صافي، ميبقاش فيه الفتفات الكحل هذاك يفسد الكعبة، مش يفسدها، ما يفسد لها منظرها، ما هي البنة ما يفسدهاش. صفيت الزيت تو في مقلة أخرى، ميسالش نجمو نعملو زوز مقلات، تتمسخ هدية صفاية وتصفي في الأخرى، ما فماش حتى مشكل. نعاود نعبي اللي مزالولي. بسم الله، تبدأ البلاطة سخونة والزيت سخون، في ساعة يسخن يعني، ما هاكا ديريكت صفيتو ديريكت سخون. المقرود المقلي هذاك هو لازم باش يطلع هاك الفتفات هذاك متاع التمر. نجمو هذوما نخرجوهم مشكور. سقطروهم شوية، نحطوهم في صفاية ولا كاسكاس، نحضروا ديما حاجة بحذانا باش ما نتعبوش. بعدك اللي تسقطر في الصحفة هذاك من الصفاين عاودوا نرجعوه لهنا. ما نخلوش برشا في الشحور، جيست ما حطيناه في الشحور، عبينا المقلة نخرجوه. هاكا لونه كيفاش لونه بعد ما تشحر. زيد يغمقوا شوية في الشحور، بتحطوا في الشحور بارد وهو من الزيت سخون، تبقى فيها كل لمعة هذيك يبقى يلمع. لونه باهي، شوف هكا نكملو اللي نكملو اللي عدنا. تبدأ ماهيش كونتيتات كبيرة، ماهيش واحد ما يتعبش، واحد ديما يعمل كونتيتات كبيرة، ما يكثرش على روحه، ما يبداش يعمل بزوز كيلو بثلاثة كيلو، كيلو ماكسيموم باهي. انا حتى مرة ما وصلت للكيلو، ديما اقل من الكيلو بشوية، ديما هكاك ديما في المعادلة متاع 800 جرام سميد. هذوما النجم تو نحطهم فين باش نحضر البلاصة الاخرين، نجم نحطهم في الصحفة وهما هكاك مزالو في العسل، نجم نرشو عليهم اي حاجة. انا بما اني عملت فيه الفستق من الداخل باش نرش عليه شوية فستق ونرش عليه شوية لوز. هكا وباش يشد فيه، بعد كي يشيح ما عادش يشد فيه. هكا شوية شوية
وشرب العسل الساعة، يلزمني قبل ما نحط عليه يلزمني نشوفه من الداخل. من الداخل ما شاء الله. تري شرب العسل جي ما شاء الله شهي. أما أنا صايمة ما نجمش نذوقه. نكمل مالته ما دام شرب العسل بالقدام هو الشايح، نكمل هذوما نحط له يعني ما يستحقش باش نزيد نعاود نغطسه في العسل ما دام شرب العسل. هكا هو وديما عيننا على هذوما زاد ما نغفلوش عليهم. كما هذوك مسايي كملوا تعبوا، كان هذو مسايي خرجوا من الصفايه باش ما يتحطش الاخر عليه ويزيد يعاود يشرب العسل اكثر بشويه بشويه. وهكذا دواليك حاطين نكملوهم على بركة الله. وهكذا دواليك هذا هو المقروض متاعنا. هاكا ساهل ماهل، لا شتريس لحتى شيء. تبدا كونتيتات صغيرة واحد ما يتعبش فيها. الواحد يسمع اوه مقروض باش تعمل مقروض يعني تظهر صعيبة من الاول، اما بشوية كونتيتات صغيرة كما قلت. ها هو المقروض متاعنا ما شاء الله، مقروضنا ما شاء الله. ها هو كحضر صلي على النبي، كله فرد لون. شوك اللون متاعو كيفاه، في الكاميرا يظهر اصفر اما هو شويه هكا دوري لونه بالقدا. هكا يظهر خير. صلي على النبي، صحة وبالشفاء نودكم ولا نشهيكم. هاكا جات صحفة معبية ما شاء الله. هذيك الكونتيتات محسوبة 800 غرام سميد. هذا شنو شنو طايح حل الكعبة تشوفوها. تريا شارب العسل متاعو هشوش 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 يدوب في الفم ذوبان. ربي يتقبل منا ان شاء الله الاعمال الصالحه يا ربي. وتوا بقى كي نقول لكم بسلامه.